على التطورات في شمال غزة. ينضم إلينا من شمال غزة مراسل الغد حمزة حماد. حمزة، ما الجديد؟ نعم زميلي، الجديد هو أن القصف الإسرائيلي ما زال متواصلا منذ مساء أمس على منطقة مخيم جباليا وعلى منطقة مشروع بيت لاهيا وأيضا المناطق والأحياء المجاورة لهذه المناطق. نتحدث عن قصف من قبل الاحتلال في قنابل الدخان وقنابل الحارقة، هذه القنابل التي تطلق على منازل المواطنين، حيث شهدنا منذ الأمس احتراق عدد من سيارات المواطنين في منطقة جباليا وإضافة إلى احتراق عدد من المنازل. نتحدث عن منذ صباح هذا اليوم وصول عدد من الشهداء إلى مستشفى كمال عدوان، هذا المستشفى ربما الوحيد وأصبح الوحيد الذي يعمل وفق نقص للمستلزمات الطبية وفق نقص الأدوية وفق أيضا نقص سيارات الإسعاف التي تم استهدافها أي ما قبل الهدنة الأخيرة. نتحدث عن وصول عدد من الشهداء جراء قصف منزل عالي تعبيد في منطقة الفالوجة في محيط مخبز أبو الضيع. نتحدث عن قصف أيضا في محيط منطقة أنور عزيز وأيضا محيط منطقة مدرسة أبو حسين. هذه المناطق تم استهدافها بعشرات القنابل الحارقة التي تطلق في الأجواء وتتساقط على منازل المواطنين. نتحدث منذ ساعة من الآن سقوط عدد من القنابل الحارقة على منازل المواطنين في مخيم جباليا، يعني حالة من الإحباك وحالة من الضعف في صفوف المواطنين في شمال قطاع غزة. قبل قليل يعني أفادنا أحد شهود عيان من تلك المنطقة قال لنا بأن الحرائق تمتد شيئا فشيئا في بين منازل المواطنين في مخيم جباليا. هذا المخيم الذي يتكون من شوارع ضيقه، اي من بطاق هذا المخيم الذي يعرف باكتظاظه للسكان. ايضا علما اين الرجوع الى منزل عائله تعبيد، هذا المنزل ماهول بالسكان وهو يعني ما زالت عمليات البحث مستمره في داخل هذا المنزل الذي اصبح قطعا من الركاب. أيضا نشير لأن الاحتلال الإسرائيلي قام بالأمس باستهداف عمارة سكنية في مخيم جباليا، هذه العمارة تعرف بعمارة السلام. الاحتلال أعاد الغارة عليها وتدمير هذه العمارة بشكل كامل. أيضا كان هناك بالأمس استهداف بمنزل عالي التلولي في مخيم جباليا، هذا الاستهداف الذي خلف يعني نيران كبيرة في المنطقة وأدى لاحتراق منازل المواطنين ومنطقة أو أجهزة الترانس التابعة لشركة الكهرباء. هذه الحرائق أدت أيضا لاحتراق عدد من سيارات المواطنين. هبأ المواطنين في تلك المنطقة بعمليات الخماد للنار من خلال تناول يعني أساطيل المياه ومن خلال الشراشف. يعني ربما الآن نتحدث وسيارات مثالية الآن تنقل إصابات إلى مستشفى كمال عدوان. تأتي هذه السيارات من عدة مناطق الآن، نحن نتحدث والإصابات توافد إلى مستشفى كمال عدوان. الاحتلال منذ أمس يكثف بقصفه لتلك المناطق في قنابل حارقة يتعمد من خلالها الضغط على السكان ومحاولة تهجيرهم من تلك المناطق. من هذه المنطقة منطقة مركزية في مخيم جباليا، هذه المنطقة التي يتجمع فيها المواطنين الذين نزحوا من مناطق الشرقية لمخيم جباليا مثل منطقة السكة ومنطقة مستشفى الأندلس وأبراج الندى وأيضا منطقة بلدة بيت لاهيا. جميع هؤلاء المواطنين الآن يتركزون في منطقة مخيم جباليا والأحياء المجاورة لهم. هذه صورة الأوضاع حتى هذه اللحظة، لكن أيضا كان هناك إطلاق نار من قبل طيران الاحتلال في المناطق الشرقية لمخيم جباليا وإضافة أيضا لمناطق الغربية أي في محيط منطقة الكرامة ومحيط بلدة بيت لاهيا. حمزة، كيف استقبل المواطنون في الشمال المنشورات التي يلقيها الاحتلال؟ بالفعل كان يعني قبل دقائق من الآن أفادنا أحد المواطنين أن هناك منشورات ألقيت على منطقة مشروع بيت لاهيا ومحيطها من قبل طائرات الاحتلال. هذه المنشورات تفيد بدعوة المواطنين لترك منازلهم والإخلاء فورا منها، يعني تمهيدا لقصفها كما يعني يدعي الاحتلال أنه يريد قصف هذه المنطقة. لكن بالفعل المواطنين يواجهون قصف نادي، قصف همجي غير مسبوق. القنابل التي تطلق منذ الآن إلى هذه اللحظة هي قنابل حارقة بالإضافة لقنابل المدفعية. القذائف يعني استيقظ المواطنون صباح هذا اليوم في مخيم جباليا، وجدوا أن قذائف تم إلقائها على منازلهم في مخيم جباليا بالأمس ولم يشعر المواطن بذلك، لكن هذه القذائف ربما هي من نوع جديد تم إلقاء على المواطنين أو لم يسمع لها أصوات، بل هي تعمل على عملية تقوم بعملية الهدم و
السقوط في داخل المنازل. أما قنابل الحرارة فهي قنابل هي عبارة عن قنابل دخانية. هذه القنابل تخرج يعني تخرج دخان كثيف في المنطقة التي تسقط فيها وتؤدي إلى حالات إغماء وتسقط. يعني إذا كان هذه المنطقة التي تتساقط فيها القنابل الدخانية فتؤدي يعني إلى الموت بشكل مباشر في حال وجد مريض يعاني من مسألة يعني من ضيق الصدر او مساله التنفس. وبالتالي الاحتلال يعني يعمل على يعني اباده جماعيه فعليا بحق المواطنين. بالامس يعني وجدنا منازل وعمارات سكنيه كبيره يتم استهدافها وتشتعل فيها النيران بشكل كبير جراء هذه القنابل. بالامس ايضا كان هناك بالعوده الى استهداف بين جباليا كان هناك يعني هؤلاء المواطنين هبوا لنقل هؤلاء الشهداء في ظل يعني نقل عدد سيارات الإسعاف وفي ظل يعني عدم وجود عدد كافي من سيارات الإسعاف المدني وعدد كافي من سيارات الإسعاف لأن الاحتلال قام بإشعال عدة مناطق في شمال قطاع غزة في ذات في 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 ذات التوقيت. بالتالي هذا يضغط على حياة المواطنين وعلى الأجهزة العاملة في الميدان مثل المدني والإسعاف والمدن. طيب حمزة، هل هناك طرق آمنة للتحرك من الشمال؟ الاحتلال يدعي أنه يعني يرشد المواطنين إلى طريق آمنة للخروج من شمال قطاع غزة، لكن كل من يحاول الخروج هو يتعرض للقصف في أي لحظة. وبالتالي الاحتلال يكذب بشكل كبير ويضلل الرأي العام بأنه يعني كما يوصفها بأنها طرق آمنة وشوارع آمنة، لكن الحقيقة أن الاحتلال يقصف ويقتل المواطنين المدنيين الذين يلجؤون في مناطق آمنة. وهذا كان واضحا خلال استهدافه لمراكز الإيواء في شمال غزة وإلقاء عليها حربية. لكن على كل حال المواطنين المنشورات التي فيها الاحتلال هي يبدو أنها تمهيد لعملية لجولة جديدة من القصف بحق المدنيين كما فعلنا في المرات السابقة. وأتمنى السلامة للمشاهدين. حمزة حمد مراسل غد من شمال غزة، شكرا لك.